هننتقل إلى الموضوع الثالث في مادة إدارة المشروعات الطبية بعنوان الوظائف الإدارية والتنظيمية في المستشفى. هنا احنا بنعرض مقدمة عن الموضوع، وبنقول ان إدارة المستشفى بتقوم بمجموعة من الوظائف الإدارية والتنظيمية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة أو تحقيق الكفاءة، وبغرض تحقيق الأهداف الموضوعة أو تحقيق الفعالية. وبنقول إن الوظائف الإدارية هم 6، وبتتمثل في التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والتنسيق واتخاذ القرارات. أما بالنسبة للوظائف التنظيمية فهم 7، وبتتمثل في التمويل والمواد والموارد البشرية والعمليات والتسويق والمعلومات والبحوث والتطوير. بنشوف الوظيفة الإدارية الأولى وهي التخطيط، وبنقول إن التخطيط هو أحد وظائف الإدارة، وبيشمل الأنشطة الفرعية الآتية: 1، تحليل البيئة الخارجية للمستشفى لتحديد الفرص، مثل وجود مناطق سكنية بها مرضى محتملين، ولتحديد التهديدات مثل إقامة مستشفى منافس قريب للمستشفى. النشاط الثاني، تحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة مثل وفرة الموارد والإمكانيات، ولتحديد نقاط الضعف مثل ندرة أو عدم وفرة الموارد والإمكانيات. النشاط الثالث اللي هو وضع رسالة المستشفى، ورسالة المستشفى اللي هي دور المستشفى في المجتمع أو الغرض من وجود المستشفى في المجتمع. ورسالة المستشفى هي تقديم الخدمات الطبية اللي بتشمل الخدمات الوقائية والخدمات العلاجية والخدمات التأهيلية، بجانب الخدمات التمريضية، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية. والخدمات الفندقية دي زي الإقامة والوجبات والنظافة والأمن للمرضى والمصابين. بعد كده النشاط الرابع وضع أهداف المستشفى، والنشاط الخامس اللي هو وضع استراتيجيات المستشفى وخططها. النشاط السادس اللي هو وضع البرامج والجداول الزمنية للمستشفى. النشاط السابع اللي هو تحديد سياسات المستشفى وإجراءاتها وتخصيص مواردها وإمكانياتها. نيجي للوظيفة التانية من الوظائف الإدارية وهي التنظيم، وبنقول إن التنظيم هو أحد وظائف الإدارة، وبيشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول مراجعة أهداف المستشفى السابق تحديدها في التخطيط. النشاط الثاني تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف، مثل نشاط تخطيط الخدمات ونشاط أداء الخدمات للمرضى ونشاط الرقابة على أداء الخدمات. النشاط الثالث في التنظيم هو تجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف في شكل وظائف، زي تجميع نشاط تخطيط الخدمات ونشاط أداء الخدمات ونشاط الرقابة على الخدمات في وظيفة واحدة اللي هي وظيفة العمليات. العمليات هنا مش العمليات الجراحية، لا، هي عمليات إنتاج الخدمات أو أنشطة إنتاج الخدمات الصحية. النشاط الرابع للتنظيم هو تحديد السلطات أو الصلاحيات والمسؤوليات أو الواجبات والعلاقات بين الوظائف أو العلاقات الوظيفية. النشاط الخامس توزيع الموارد المختلفة على الوظائف المختلفة. النشاط السادس والأخير اللي هو رسم الخريطة التنظيمية أو الهيكل التنظيمي. نيجي هنا للوظيفة الإدارية الثالثة اللي هي القيادة، وبنقول إن القيادة هي أحد وظائف الإدارة، وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول تحديد أهداف فريق العمل. النشاط الثاني تحديد مهام وواجبات فريق العمل. النشاط الثالث توزيع مهام وواجبات العمل على أفراد فريق العمل. النشاط الرابع تحفيز العاملين على العمل الجاد والأداء المرتفع بشكل جماعي، مثل الوعود بالمكافآت الجماعية عند الإجادة في العمل.
وتحقيق أهداف فريق العمل. النشاط الخامس الإشراف على ومتابعة تنفيذ العمل. النشاط السادس مكافأة العاملين عند الإجادة في العمل، ودي بنسميها الحوافز الإيجابية، أو عقاب العاملين عند الإهمال والتقصير في العمل، ودي بنسميها الحوافز السلبية. هنا بنشوف الوظيفة الإدارية الرابعة وهي الرقابة، وبنقول إن الرقابة هي أحد وظائف الإدارة وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية. النشاط الأول تحديد الأداء المستهدف. على سبيل المثال أن يكون الأداء المستهدف هو تحقيق نسبة إشغال للأسرة 90%. النشاط الثاني قياس الأداء الفعلي، وليكن على سبيل المثال هو مقسنا الأداء فعلا وجدنا أن نسبة إشغال الأسرة الفعلية 50%. النشاط الثالث هو تحديد الانحراف أو الفرق بين الأداء الفعلي والأداء المستهدف. هنا بنطرح الأداء الفعلي ناقص الأداء المستهدف. الأداء الفعلي اللي هو كان كام؟ نسبة إشغال 50% ناقص الأداء المستهدف اللي هو كان نسبة إشغال 90%. طبعا لما نطرح 50 ناقص 90 يطلع ناقص 40%، يبقى في انحراف سلبي قدره 40%. النشاط الرابع في الرقابة تحديد سبب أو أسباب الانحراف أو الفرق بين الأداء الفعلي والأداء المستهدف، وليكن على سبيل المثال سبب هذا الانحراف أو انخفاض نسبة إشغال الأسرة الفعلية عن نسبة إشغال الأسرة المستهدفة هو تدني جودة خدمات المستشفى. النشاط الخامس والأخير اللي هو اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب، مثل العمل على تحسين جودة أداء الخدمات بالمستشفى. الوظيفة الإدارية الخامسة هي التنسيق، والتنسيق معناه القضاء على أوجه التعارض في العمل، مثل قيام موظف أو تكليف موظف بأداء مهمتين في نفس الوقت، أو قيام موظفين بأداء نفس المهمة، أو قيام إدارتين بأداء نفس الأنشطة، أو تعارض أهداف إدارتين. نيجي هنا للوظيفة الستة من وظائف الإدارة اللي هي اتخاذ القرارات أو اتخاذ القرار، ومعناه اختيار بديل أو حل معين من بين مجموعة بدائل أو حلول لحل مشكلة معينة حالية أو متوقعة. بيبقى عندنا مشكلة وعندنا أكتر من حل وبنختار الحل المناسب. على سبيل المثال المقارنة أو المفضلة بين تعيين مدير عام للمستشفى من الداخل عن طريق ترقية مدير الخدمات العلاجية ليشغل وظيفة مدير عام. الحل الثاني أو البديل الثاني تعيين مدير عام للمستشفى من الخارج عن طريق الإعلان عن الوظيفة الشاغرة واختيار أفضل أساتذة الطب المتقدمين لها. يجي بعد كده للوظيفة التنظيمية الأولى. طبعا احنا خلصنا 6 وظائف بتوع الإدارة أو بنسميهم الوظائف الإدارية: تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة، تنسيق، اتخاذ قرارات. بننتقل هنا بقى للوظائف التنظيمية. فأول وظيفة من الوظائف التنظيمية اللي هي وظيفة التمويل، والتمويل بيشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول التخطيط المالي، ويعني تحديد مصادر الأموال مثل رأس المال فقط أو رأس المال مع القروض، وتحديد استخدامات الأموال مثل شراء الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية. النشاط الثاني للتمويل هو الرقابة المالية، وتعني التأكد من سلامة الأداء المالي للمنظمة بمراجعة الحسابات المختلفة والمقبوضات والمدفوعات وحساب المؤشرات المالية
مثل العائد على حقوق الملكية. الوظيفة التنظيمية الثانية اللي هي وظيفة المواد، وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية: أول حاجة تخطيط الاحتياجات من المواد، ويعني تحديد مواصفات المواد المطلوبة والكميات المطلوبة من كل صنف والتوقيت الواجب توفيرها فيه. وظيفة المواد بتشمل النشاط الثاني اللي هو تقييم الموردين المتاحين في السوق على أساس الجودة الأعلى والسعر الأقل والتوريد في الميعاد. ما بيجي أقيم الموردين بشوف أحسن الموردين من ناحية الجودة الأعلى والسعر الأقل والتوريد في الميعاد. النشاط الثالث لوظيفة المواد هو اختيار المورد المناسب والتفاوض والاتفاق معه. بعد كده النشاط الرابع اللي هو إصدار أوامر الشراء ومتابعتها. النشاط الخامس اللي هو تحميل المواد على سيارات النقل ونقلها وتفريغها أمام الشركة أو أمام الشركة المشترية. النشاط السادس فحص المواد للتأكد من تطابق مواصفات المواد المشترى الفعلية مع مواصفات المواد المطلوبة والمحددة في أمر الشراء. النشاط السابع استلام المواد للتأكد من تطابق كميات المواد المشترى الفعلية مع كميات المواد المطلوبة والمحددة في أمر الشراء. النشاط الثامن تخزين المواد والرقابة على المخزون وصرف المواد والرقابة على استخدام المواد. والنشاط الأخير توفير المعلومات للإدارة العليا والإدارات الأخرى. هنا بنشوف وظيفة الموارد البشرية، وبنقول هي أحد وظائف المنظمة أو أحد الوظائف التنظيمية، وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول تحليل الوظائف، ومعناه أن أنا بحدد أسماء الوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها وسلطتها ومسؤوليتها وعلاقتها بالوظائف الأخرى وخطوات أدائها. وبتنتهي عملية التحليل الوظائف بوضع الوصف الوظيفي لكل وظيفة من وظائف المنظمة. النشاط الثاني للموارد البشرية تخطيط المسار الوظيفي. النشاط الثالث تخطيط الاحتياجات من العمالة بتحديد أعداد وتخصصات العمالة المطلوبة وتحديد الفائض أو العجز في العمالة والتخلص من الفائض وسد العجز. النشاط الرابع الاستقطاب، ومعناه جذب العمالة للعمل في المنظمة، ونشاط بعد كده الاختيار والتعيين. وفي نشاط خامس اللي هو التدريب، والتدريب معناه إعداد الفرد لأداء الوظيفة الحالية اللي بيعمل فيها، والتطوير اللي هو إعداد الفرد لأداء الوظيفة المستقبلية أو المتوقع أن يشغلها في المستقبل. النشاط السادس اللي هو تقييم الأداء الوظيفي. النشاط السابع إدارة الأجور والمرتبات والحوافز. النشاط الثامن إدارة الصحة والسلامة المهنية مثل توفير التأمين الصحي للعاملين. النشاط التاسع اللي هو إدارة حالات التقاعد والمعاش. نيجي هنا لوظيفة العمليات، وهنا برضك بنأكد تاني، بنقول ان العمليات هنا مش المقصود بيها العمليات الجراحية، لا، هي العمليات عمليات انتاج الخدمات الصحية، عمليات وانشطة انتاج الخدمات الصحية في المستشفى. فهنا عندنا طبعا وظيفة العمليات بتشمل الانشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول تخطيط أداء الخدمات الصحية، النشاط الثاني أداء وتقديم الخدمات الصحية، النشاط الثالث الرقابة على أداء الخدمات الصحية. نيجي هنا للنشاط أو الوظيفة التنظيمية الخامسة اللي هي التسويق. والتسويق معناه أو هو
أحد وظائف المنظمة، وبيشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول تخطيط الخدمات الصحية، النشاط الثاني تسعير الخدمات الصحية، النشاط الثالث الترويج للخدمات الصحية، النشاط الرابع توزيع الخدمات الصحية من خلال فرع واحد للمستشفى أو عدة فروع لها. نيجي بعد كده لوظيفة البحوث والتطوير كأحد الوظائف التنظيمية في المستشفى، وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية: 1- تحسين أداء الخدمات الصحية الحالية، 2- تقديم خدمات صحية جديدة بفتح عيادات خارجية وأقسام داخلية لتخصصات طبية جديدة مثل الأطفال والأمراض النفسية. نيجي هنا للوظيفة التنظيمية الأخيرة، وهي وظيفة المعلومات، وبنقول إن وظيفة المعلومات هي أحد وظائف المنظمة، وبتشمل الأنشطة الفرعية الآتية: النشاط الأول جمع البيانات مثل بيانات العاملين زي اسم العاملين أو أسماء العاملين وتاريخ الميلاد والمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة أو العمل وتقييمات الأداء وغيرها. النشاط الثاني تسجيل البيانات في قاعدة بيانات الشركة أو المستشفى. النشاط الثالث اللي هو تحليل البيانات، والوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات مثل تحديد العاملين الأكثر خبرة والحاصلين على تقدير ممتاز في تقييمات الأداء السابقة لتحديد العاملين المستحقين للترقية. والنشاط الرابع والأخير اللي هو تخزين وتحديث واسترجاع البيانات. وبكده نكون انتهينا من شرح الموضوع الثالث في مادة إدارة المشروعات الطبية، واللي كان بعنوان الوظائف الإدارية والتنظيمية في المستشفى.